ايه هي اسباب ضعف الانصاب؟ اسباب ضعف الانصاب دي الحقيقه ممكن نعيش بنتكلم يعني، فاحنا هحاول الخصها لكم سريعا الى اسباب نفسيه واسباب عضويه. اسباب نفسيه اهم سببين فيها اللي هي القلق الزايد او الاكتئاب، دول ممكن اهم مرضين ممكن يؤدوا لكده. في اشياء تانية اللي هي عدم التعلم، احنا كتير يا جماعه عندنا ضعف في الثقافة الجنسية بتاعتنا، فمش فاهمين ان مثلا القضيب ده لازم يكون فيه مداعبة جيدة قبل الادخال، ان يكون فيه اثارة جيدة. اوكي، فحاجة التانية اللي هي ان يكون فيه اسباب عضوية. اسباب عضوية اهم امراض هي مرض السكر، مرض ارتفاع ضغط الدم، مرض ارتفاع دهون الدم. ممكن اسباب هرمونيه، يكون في نقص في هرمونات معينه زي هرمون التستوستيرون، زياده في هرمون زي هرمون البرولاكتين. ممكن بعض ادويه نكون بناخدها وهي لها تاثير سلبي على الانصاب. ممكن جراحات تكون اتعملت والجراحات دي هي تؤثر على الانتصاب. فاذا هو في عوامل كتيره، سواء اسباب نفسيه او اسباب عضويه، واهم حاجه بقى عشان نعرف نعالج صح ان احنا نشخص ونوصل للسبب المؤدي لضعف الانصاب.